إخواني أخواتي رفيقاتي رفاقي الأفاضل قادة ورؤساء وفود الأحزاب والمنظمات الديمقراطية في شمال إفريقيا، كل باسمه وصفته، باعتزاز أضاف إلى أخي حكيم في الترحيب بكم من مصر، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من موريتانيا، وكما أكد على ذلك الأخ الرئيس فإنكم في بلدكم. استمعتم إليها جيدا. أنا ذكرت بانطلاق ديال هذا المشروع ديال شبكة الأحزاب الديمقراطي، لا شك بعد الحراك الذي عرفته المنطقة وما أدى إليه من نكوصات في مختلف دول المنطقة، فتن داخلية وأنظمة ذهبت، لكن البدائل لم تكن في مستوى انتظارات الذين قاموا بالحراك من شباب ومواطنين ومواطنات. لذلك تداعينا نحن في بداية مجموعة من الأحزاب في المنطقة، ومن المغرب كانت المبادرة من حزبين، الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة. تداعينا إلى أن نفتح حوارا ونقاشا حول هذه الأوضاع، وهذه النقاشات عرفت مراحل، من ضمنها أو آخرها منستير. كانت نقاشات في الرباط، أنا زارني الأمين العام ديال المشروع التونسي، كانت عندنا لقاءات مع حزب الأصالة. طبيعة الحال استحقاقات إما الداخلية لأحزاب عندها مؤتمرات أو كذا كانت تتأجل الحوار فيها. أنا متأكد أن هذه استضافة لا يمكن أن يقوم بها في المنطقة إلا المغرب وأحزابه المغربية، لأن الأوضاع التي تعرفها باقي دول المنطقة يجعل من الصعب في هذه المرحلة على أي منها أن يقوم بهذه المهمة النبيلة. المهمة تتلخص فأن الأحزاب ماشي من موقعها المؤسسات يسارا أو يمينا أو كذا، ولكن من موقع قناعتها بالقيم الكونية في الديمقراطية، في العدالة، في المساواة، في الحرية، في هذا كل الأحزاب. ولذلك اصطلحنا على تسميتها بشبكة الأحزاب الديمقراطية، مما يفيد أن ما عرفته المنطقة من إفرازات ديال الإسلام السياسي وكذا لا وجود له ولا مكان له في هذه الشبكة ديال الأحزاب الديمقراطية. بطبيعة الحال احنا تنساهم في بناء هذه الشبكة وتطويرها لتؤسس لعلاقات مع كل المحيط المنطقة شمالا، ما تعرفه أوروبا الآن العملية السياسية في أوروبا هي غير العملية السياسية التي دأبنا على تتبعها يسارا ويمينا وأحزاب تقليدية وكذا. الآن كاين تحولات بفعل الثورة الرقمية، بفعل فيسبوك، بفعل كذا، وتطرح أن القرار السياسي وسلطة القرار السياسي ما بقاتش وفق أو إنتاج القرار السياسي ما بقاش وفق المنهجية القديم. ولذلك كل حوار وكل تشاور ممكن يؤدي إلا للبحث فكريا في هذه المرحلة، كذلك البحث في أشكال جديدة
ممارسة سلطة القرار السياسي والمساهمة فيه. تكلمت في كلمة في هذه الأمسية حول المحطات التاريخية التي مررنا حولها لكي نصل إلى ما خلق هذه الشبكة، أي شبكة الأحزاب التقدمية لبلدان شمال إفريقيا، وركزت كذلك على ضرورة الذهاب إلى أبعد من ذلك من حيث خلق سكرتارية دائمة يعني تتبع الأمور بجدية على مستوى كل بلدان شمال إفريقيا. وكذلك تكلمت حول ما يسمى بالاتحاد المغرب العربي الذي أنشئ في 1989، وقلت بأنه لم يستطيع ولن يستطيع أن يقود شعوبنا إلى الازدهار والتقدم، وقلت بأنه حان الوقت في التفكير ببديل يعني يكون جاد ويأخذ بزمام الأمور على مستوى هذه المنطقة، لأن المشاكل التي نواجهها في كلتا البلدين المكونة لمنطقة شمال إفريقيا هي في الحقيقة نفسها، وعلى التلاؤم والاتحاد لمواجهتها أحسن لنا، بخصوص فيما يخص مشكل الإرهاب، مشكل الأمن على مستوى الحدود، مشكل الهجرة الغير شرعية، إلى غير ذلك من المسائل يعني الاقتصادية التي ستساعدنا لكي نجعل من منطقتنا يعني منطقة لها وزن على المستوى الدولي. في جبهة القوى الديمقراطية نعتبر بأن اختيار الزمن والمكان لعقد اجتماع التشاوري الثاني لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا له مغزى عميق، على اعتبار بأنه يستوحي من مؤتمر طنجة الذي عقد بمبادرة أحزاب سياسية سنة 58، المهام الكبرى الملقاة على حركة تحرر في هذه المنطقة. حركة تحرر ومهام تحرر لها استمرارية، على اعتبار بأن الأحزاب التي عقدت لقاء طنجة أو مؤتمر طنجة توفقت في ضمان استقلال الأقطار المغاربية، وذلك بمساعدة طبعا الحركة التحررية الوطنية في مصر وليبيا كذلك. لذلك فنعتبر بأن اختيار طنجة يستوحي ويستلهم المهام الكبرى لضرورة صياغة رد موحد لقضايا الاستعمار الجديد المرتبطة بالقضايا الاستعمارية. فالإمبريالية تستهدف المنطقة برزمة من السياسات التي تؤدي فاتورتها يعني شعوب المنطقة، وفي ذلك وفي اختيار الأحزاب التقدمية والديمقراطية التي تؤمن بالعدالة الاجتماعية والمساواة مهمة مركزية من أجل توحيد نضالها من أجل تحرير المجتمع واستكمال يعني مسيرة التحرير التي بدأها أجدادنا. اسمه اتحاد قوى التقدم، وهو حزب تقدم في موريتانيا يسعى إلى تعميق الديمقراطية في البلد والتقدم عموما، خاصة هو بجانب الفئات الأكثر فقرا في موريتانيا. هذا اللقاء نعتبره فرصة مهمة جدا لتواجد التشكيلات السياسية في شمال إفريقيا، وفرصة أيضا لوضع جسور بين التشكيلات السياسية التي تهدف إلى انتشال شمال إفريقيا من قاع التخلف والتشرم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.